طيب اعود مره اخرى للشان الداخلي، يعني طبعا في النهايه الرئيس السيسي ورث تركه ثقيله رئيس السيسي جدا. ربنا يكون في عونه. عاوز اقول لك والله بامانه، يعني انا ساعات بستغرب كيف يستطيع هذا الرجل ان ينام الليل. هو قال لي من كذا يوم، قال لي انا بنام ساعتين ساعتين بس بالليل، ما بقدرش، ما بيقدرش انام اكتر من القلق. مش من القلق، انت اللي قدامك اكتر كتير جدا من قلق. يعني انا مش عاوز ابالغ، لكن هذا البلد ما لم يتنبه تماما اخشى انه سوف يكون في طريق الخروج من التاريخ. الخروج من التاريخ. والله انت ساعات بتقولي بتتشائم، حتى بتبقي حازمه معايا جدا لما تحسي ان انا اشرت شويه الى جانب ما تتصوريه انت من تشاؤم، وانا بقول انه انا لا استطيع ان اواجه مستقبل امه بمجرد احلامي ولا اوهامي. لكن انت هنا، انت المنطقة اللي احنا فيها، مش بس كان يعني كنا بنقول تركيا والخلافة كانت الرجل المريض، احنا مش رجل مريض، احنا اخشى ان احنا في مشكلة كبيرة اكثر جدا من المرض. عاوزين، لا يمكن، يعني انت كده انا قلق.